طيب مرحب بكم تاني في درس كوبري الجابرية. ده الدرس اللي اتعمل مباشرة بعد فض كوبري الحنداب طوالي في المسافة اللي بعده. في وجود مبدعين معانا الآن ما غير الطيب صديق وغير ما أستاذ مصطفى بكري وعثمان عبد الباسط وأمين عبد الوهاب. شرفونا الآن الأستاذ شاعر محمد سفلة و محمد سفلة والفاتح إبراهيم بشير. ده محمد سفلة في يدي يلقط سفلة. يلا ورينا انت قلت عندك نصايح للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكل الأبطال الأشاوش. وفي البداية داير أقول نحن اتخلقنا كإنسان عنده رسالة من قبل الاستغلال. نحن في بلد ما ترفح فيها سيف إلا في معركة كورتي، وما قامت فيها طلقة إلا في بيت عرس ولا في استقبال ضيف. ديدنا السماحة والسلام وكل المعاني الجميلة، والمزالة دي الحمد لله قاعد نعكسها حتى في خلال التدريس اللي لنا. رسالتنا نحن دي اللي بنقولها، أو أنا بصفة شخصية اللي عايز أقولها، نحن ما مشكلتنا الشمالية بس بالتتريزة، نحن مشكلتنا كل السودان، لأنه المشكلة اللي من أجلها قام إنسان الشمال وترس بداية يمكن تكون الكهرباء، زيادة الكهرباء، والحمد لله إنه القرار ده طلع عشان يوعي الناس، عشان يقوم الناس لقضايا ساكتين عليها من الاستغلال. للأسف الشديد نحن المرآة اللي قاعد تشوفنا من خلال كل الولايات وكل أغاليم السودان قاعد يشوفونا من واجهتنا السياسية، رغم إنه واجهتنا الفنية اللي بنمثلها نحن كشعراء وكفنانين من إسماعيل حسن كانت بتنادي ديلة هليل بقيف في الدارة وسط الدارة وتنبر وقول للدنيا ديلة هلي عرب ممزوجة بدم الزنوج الحارة ديلة هلي. تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني. أبدا ما شخصنا من إسماعيل حسن، ما شخصنا شايقي ولا بديري ولا دينكاي ولا دونقلاوي، لأنها كانت قضيتنا وواجهتنا اللي بتمثلنا التمثيل الحقيقي هي الواجهة الفنية، ودي الواجهة اللي قاعد تمثل إنسان المنطقة. نحن والله ما عندنا مشكلة مع مصر، ولا عندنا مشكلة مع فلان، ولا عندنا مشكلة مع علان. نحن غلابة معصورين وعندنا مشاكل حقيقية دايرين العالم كله. المزال أبدا ما هالجيش ولا حكومتنا إلا السودان، دايرين نلفت كل انتباه العالم، لأنه نحن واجهتنا الحقيقية ما واجهتنا السياسية. عايزين الناس تعرف إنه نحن من حلفة لحد الكلية الحربية، ما في مصنع واحد يستوعب الخيرات اللي في البلد دي. عايزين نلفت انتباه كل العالم اننا نحن لو ما الخزان كان محتاجه له البلد دي، والموقع الجغرافي الظروف فرضت انه يقوم في المحل ده، ما كان قام ظلط في الشماليه. نحن اذا ضرب العقرب زول فينا بيموت، اذا مرة اتضايقت في 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 نفاس بتموت. نحن ما عندنا وسائل، خلي الترفيه، وسائل المعيشة الحقيقية في الشمالية ما في. للأسف الشديد الناس قاعد تعايل لنا إنه سياسيين يننا قالبين البلد دي جنة، لكن دي فرصة الإعلام يصل البلد دي، يصل البلد دي ويعرف إنه نحن عايشين بين تمرة وجبل، بين تمرة وجبل. الوسيلة الوحيدة اللي نحن عايشين بها هي زراعتنا دي. لما وصلتنا في زراعتنا وصلتنا في عرضنا وصلتنا في مالنا، نحن ما واقفين هنا عشان نكفل من زول، ولا اخواننا المصريين يقولوا نحن ضدهم، ونحن ضد سياسات، نحن ضد سياسات، نحن ما ضد زول، ولا 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 عندنا اجنده خفيه. نحن بلد معصوره وجايبه الزيت من الاستغلال وما قبل الاستغلال. نحن لا يوم اللي ما عارفين الانجليز مشوا ولا ما مشوا، ده الحاصل علينا حقيقه. وما طال نحن في زمن غلط، بقول الكل غلط، كل اللي كان امتحان في الامتحان الكل سقط، ما الكل غلط. العقد من راسه انفرط، الضيع الحق واللهط،
الاسم بشان ارتبط ما في تقول خير او فقط الكل غلط. ابشر ابشر والله ابشر 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 والله ابشر ابشر. مجهود ومال راح انعبط الداخل الما ينقرض تلتين ويتفرزع ربط باقي الفتاه نتشلقطت ما خفنا من المولى غط فرق الضماير والحيط ديك ماصه سقايا النقط ولتنا بغضبه وسخط يتمطشر على المولى مط حتى اللي تحته فوقه خط والنط حكمه حد نط ما بتلقى منه سوى وحط بوبار ورافع له اللفط اللده والشال والهرط نحن وجدادنا كفط كفط والكاميرا ما خلت لقط مزعولنا لا شاف لا ضبط لا حتى في نفسه انضبط لكن نحن كترس ونحن كشماليين بنمثل غيمة أخلاقية نحن منضبطين حتى في زعلنا حتى في زعلنا نحن منضبطين لكم التحية ونحن غلبا وغالبا معاكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جابرية الحرة فرقت برا جابرية الحرة فرقت برا جابرية الحرة فرقت برا مرقت برا جابرية الحرة مرقت برا جابرية الحرة مرقت برا جابرية الحرة مرقت برا. الترس ده ما بيشال 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 الترس وراه رجال الترس ده ما بيشال الترس وراه رجال. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا شباب الأشاوس. حقيقة بعد كلام أخوي محمد سيف لذا يعني قفل زي الضمنة لكن يعني زول في 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 لحظات زي دي يكون وسط أهله وسط عشيرته يؤمن تماما إنه البلد ورتنا إنه بالوصال تبقى المحنة وبالمحنة إحساسنا يرهف ونطر خلانا وأهلنا وبأهلنا الدنيا تضحك نبدأ في تحقيق أمنا وبأمنا أحلامنا تكبر ونبني أمجادنا ووطننا. البلد يبنيها بنيها والبلد بيحميها بنيها وديل الشباب يا أخي ديل الشباب يا أخي أحفاد بعانخ عديل ديل علمونا دروس خلت دموعنا تسير شفاتة كنداكات يا هنجو مال الشيل ديل حكمة أدفع لو ما هو عندك شيل يا أخي ديل وحدوا السودان ديل وحدوا السودان بس بالهتاف والقول وديل معدن أصلي كما جبل شنقول ديل أجبروا الغنوات قبال يتم الحول في كل لحظة تقول ما أعظمك يا زول ما أعظمك يا زول دحين ما أعظمك يا زول يا سوداني وما أعظمك يا زول يا شمالي وما أعظم أن نكون هنا يعني شوف سبحان الله حتى تجسيد التاريخ الجابرية الجابرية تحي الصور والجابرية تترس الجابرية التاريخ وتحية لكل الأهل في الولاية الشمالية وزي ما قال أخوي محمد سيفلة نحن الله خلقنا ناس سلام وناس محبة لكن الكلام يكون يفوت من محله يا محمد سيفلة دائما قاعد نقول الدين الإذن والباقي خلوا علينا ركابين عوج ما فينا راجل يضينا الدائرة البلد نمشي له قبل يجينا لا سيف لا سلاح تفقه رقبته يدينا وجهل من جهول زين انقلبته وشيه وكان سردب وقف قاتل يفق عاصيه كان خشم الأسد أحسن تتلف فيه من ترجو تقيف كان يوم غلدت عليه كان يوم غلدت عليه ورسالتنا الفاتحة بنزينجي وعرب بنزينجي وعرب كان الأصل سوداني وبين كل الشعوب زان الأدب رباني عن حبت البلد دايما تبين همتنا سودانية صاح كل يهاب كبكتنا أشهد يا زمان غاد مسرين اللتنا وفي الوكرم لهيب توزن قبيلة مرتنا خلوها الشباب المين جفير السيف مرقت للكتال شايلاه ضل في الصيف والله اتنين عارفين وبيه نتم الكيف كتل المفتري والتاني كرم الضيف المجد وقف يلقانا ساسه وراسه والعز من قديم بين اتفتح كراسه من قمنا الكرم بيناتنا داير كاسه العدو الصليح من توبنا يلقى مقاس لين الحق نجيب وسط الشعوب نتفشل وفوق الطن طول الطول يشوفنا ويخسر مين الزينا كل من ذكر يتشكر ومن الدل القمر
غير إنسان الشمالية وفي مكانه يتحكر، لكن برضو رسالتنا تظل، رسالتنا تظل هي لا بيجا لا عرب، لا نوبة لا جعلية، لا برق ومحث، بقارة أو شايقية، يوم النار تقوم بالجملة سودانية. نحميك يا وطن، لا حزب لا جهوية، نحميك يا وطن، لا حزب لا جهوية، نحميك يا وطن. شكرا لكم، ونحن معاكم صابينها صب، ما في كلام والله. مهما برغم الظروف أخونا محمد سيفلو والله يا أبوه مريض، ويمكن ده السبب الأخرنا خلال ربنا والب العافية، وده السبب الأخرنا منكم الأيام الماضيات، لكن إحنا معاكم غلبا وغالبا، لأنه دي رسالتنا. نحن رسالتنا دائما بندعو بها من الزمان إنه الناس تلتفت للشمالية وتشوف إنسان الشمالية. نعم يا محمد سيفلا، رسالتنا إحنا في كل محل أن نختلف يمنا ويسار، أن نختلف يمنى ويزار، بس بالهداوة وبالحوار، لا مدتي لا ضربنا، ممكن نصل حد الكجار، بس ما نكون في يوم صغار قدامنا هم أكبر من الكرسي الرحيل، وجايين غم نتساوى فيه عدو حبيب، ودين فرصة جات أن نتفق أنا وابن عمي على الغريب، بعدين كذي نجي نختلف، بعد الجراحات ما تطيب، وبعد الدخيل الجاي ظنه كمان يخيب، يلقانا قشطة على عسل، يلقانا كوباية حليب، يلقانا دخان الرصاص، حولنا نسمة وهمبريد، يلقانا سودانية صح، لا فينا جساس لا كلاب، ايدينا في ايدين بعض، يلقانا في فد عن قريب، نتحاجى في الوحدة السلام، ونتناجى في العشم القريب، بعدين كذا نجي نختلف، بعد الجراحات ما تطيب، بعدين كذا نجي نختلف، بعد الجراحات ما تطيب، كذا نجي نختلف بعد الجراحات. شكرا لكم، شكرا شكرا، ربنا يديكم الصحة والعافية، ربنا يخدر ذراع. نعم الترس ما بينشال لأنه وراء رجال، ما في كلام، ربنا يوفقكم جميعا، ونحن معاكم إن شاء الله غلبا وغالبا، وربنا يحفظ السودان وأهل السودان وشمال السودان، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يولي من يصلح أخوانا، ربنا يديكم الصحة والعافية. شكرا يا شريف، تسميد الترس ما بيشال، الترس وراه رجال، 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 الترس قدام قدام، ابشر والله قدام طيب، زي ما متابعين انه حضور ومشاركة الشاعران محمد سفلة والفاتحة ابراهيم بشير في ترس كوبري الجابرية، ده الترس اللي اتعمل بديل طوال اللي فض كوبري الحمدان. يا امين امين عدي كوبري الحمدان، ده كان بديل لكوبري الحمدان اللي هو ترس كوبري الجابرية طوالي، حيتواصل طبعا كل المجهودات وكل الترتيب التخطيط السليم والتنسيق الدقيق اللي كان في كوبري الحمداب حيتحول لهنا مباشرة. حنتابع معاكم إن شاء الله، وزي ما قلنا إن فاتنا شرف التغيير فيكفينا شرف الموقف، والردة مستحيلة، الردة مستحيلة، 10 مطالب يعني 10 مطالب. شكرا لكل الناس تابعونا.